والله العظيم الفنتولين ما بيعمل إدمان. نداء 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 لكل الأمهات العربيات، مشان الله أبوس إيدك لما الدكتور يقول لك ابنك نفسه تعبان ومحتاج ياخذ تبخير فنتولين مرة أو مرتين بالعمر، لا تقولي لي أنا خايف الفنتولين يعمل له إدمان. هذا عبارة عن موسع قصبات هوائية، مش مخدرات، مش منوم، مش مهدئ، مش دواء من النوع اللي بيعمل تعويد أو إدمان. ما في إشي اسمه الفنتولين بيعمل إدمان. رقم اثنين، الدكتور دارس وفاهم وعارف وعنده معرفة علمية وخبرة عملية، وهو أشطر منك وأدرى منك بمصلحة ابنك، فلما يقول لك خذ الدواء بتاخذيه، ولما يقول لك ما بيعمل إدمان بتصدقيه، مش بترجع لأمك ولجدتك ولحماتك وبتقضي لي إياها أعشاب وبهارات ولف ورق جرد على صدر الولد. وهالتخلف هذا، الناس طلعت على القمر قبل 80 سنة وإحنا لسه بنسأل الدكتور وبندور على أي واحد بخالفه في الرأي وبنرد عليه، لأنه إحنا بنكره الدكاترة مش لأنه هذاك بفهم. فمشان الله والله العظيم الفنتولين ما بيعمل إدمان.